انتشر خبر وفاة اللاعب الجزائري ياسين إبراهيم بحادث سير في الإمارات العربية المتحدة كنار في الهشيم عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وسط تساؤل كبير بين النشطاء عن صحة الأنباء المتداولة بشأن اللاعب. ولفت وسائل إعلام رياضية كافة الأنباء المتداولة بشأن وفاة لاعب المنتخب الجزائري ياسين إبراهيم بحادث سير في دبي، مؤكدة أنه يتمتع بصحة جيدة وخبر الوفاة لا أساس له من الصحة. وطالب مصادر عائلية مقربة من اللاعب ياسين إبراهيم كافة وسائل الإعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات المنتشرة وأخذ كافة الأخبار من مصادرها الرسمية فيما يتعلق باللاعب حفاظا على مشاعر عائلته.